بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء تحية ينبغي للشعب المغربي المناضل الأبي. بالنسبة لهذا التدخل العنيف الذي قامت به السلطات في حق حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت فيما يخص المعتقل ما يسمى بالسلفية الجهادية وعائلاتهم في مدينة الرباط أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن دل على شيء فإنما يدل على استمرار الأجهزة القمعية في هذه يعني في نفس الأساليب القديمة التي كانت في عهد إدريس البصري ولا زالت حاليا مستمرة في عهد حكومة إسلامية حكومة عبد الإله بن كيران. فإذا طبقنا هذا القمع الحالي مع القمع القديم لوجدنا اختلاف كثير. يعني هذا الاختلاف هو أن توجه الحكومات السابقة أو يعني حين كان يشتغل حين ذاك إدريس البصري توجه ديال إدريس البصري ليس هو توجه حكومة بن كيران، ولكن في هذا التدخل وهذه الأساليب الممنهجة في حق الشعب المغربي أو في حق المظاهرات السلمية واحتجاجات السلمية التي تطالب بمزيد من الحريات وغير ذلك، نجد أن نفس السيناريو. فلا ندري ولا نعلم من أين تأتي هذه الأوامر بالضبط. هل هي أوامر من الحكومة نفسها أو هناك جهات أخرى يعني لا يعلمها إلا الله هي من تعطي الأوامر والنصائح لهذه الحكومة؟ ويعني كما يعني أندد كل التنديد بهذه الأفعال وهذه الممارسات اللا أخلاقية من قبل هذه الأجهزة، لأن هناك يعني كما علمتم أن هناك بعض القصور في حق بعض المعتقلين السابقين وعائلاتهم معتقلين السلفية ما يسمى السلفية الجهادية وفي حق عائلاتهم وأبنائهم، وهذا يعني هذا ليس من شيم دولة المغرب المعروفة يعني بانضباطها في قضية يعني حقوق الإنسان والاتفاقيات التي بينها وبين دول أخرى حول منظومة حقوق الإنسان بالمغرب وبالعالم. هذه من جهة أخرى في الحقيقة أود أن أوجه رسالة فيها يعني بكل ما تحمل من معنى إلى بعض الأعضاء في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وخصوصا أود أن أوجه رسالة أخرى إلى أحمد محمد رفيقي الملقب بأبي حفص، وكأنني معتقل سابق معتقل سياسي في نفس الملف ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية، وناشط حقوقي مستقل وعضو في حركة 20 فبراير، وأود أن أوجه هذه الرسالة إلى أبي حفص لكي يعي جيدا
ماذا كان يصنع سابقا وماذا يريد أن يصنع لاحقا. أنا أحمل كل المسؤولية إلى أبي حفص. لماذا؟ لما كان يعني في أول ما ظهر أبو حفص في مدينة فاس وبالخصوص في حي عوينة الحجاج كانت دروسه كل دروسه تصب في العداء وفي أفكار كان أصبح يقول الآن أن أفكار باطلة وأنه كان يعني مخطئ في دعواته وفي خطاباته وفي إلى آخره. فلماذا حتى الآن قدم اعتذارا للدولة بالنسبة لما ارتكبه من أخطاء في دعواته وخطاباته ولحد الآن لم يقدم اعتذارا للشباب المسلم الشباب الذي كان ضحية دعواته وخطاباته وهناك أشرطة لا زالت إلى الآن تبين وتوضح مدى خطورة هذه الخطابات وبسببها اعتقل من اعتقل وشرد من شرد ويتم من يتم وقتل من قتل بسبب هذه الخطابات. أولا هناك شريط الكل يعرف هذا الشريط وهناك المرجع لمن أراد أن يرجع إلى هذا الشريط هو عذرا يا فلسطين عنوانه عذرا يا فلسطين وأشرطة أخرى سأسردها فيما بعد. إذا أقول نحن كنا نرى في هذا الإنسان في هذا يعني أغلب الشباب كانوا يرون في هذا الإنسان أنه إنسان خطيب داعية يدعو إلى الله يبين يوضح للناس يعني هناك ناس أميين ما لا يقرؤون لا يفهمون